العيب ما هو ذاك، احنا عندنا امور يعني لا تسمحوا لي. انا اصلا من الواجهه اللي تلاتر يقول الروايه يقولها وتوه ما غادي وفي شيء كانت تنقال احدى الناس، والله ما تنقال احدى الناس. اذا قلت لي مسكت صغير انا بين يدي عن الناس عياوي عيبوا بشي ما هو عيب، يتدمن عود مع التراب لين يقول حد منهم يجي موجب لرقاش، وحنا مهبات شعب وكال للغيبه، يقول حد منهم يقول فلان الفلاني سيكي ما هو قاعد يصلح فيه عزة العلايات، نقول له مدحته، هذا مدح عظيم جدا. اللي عيب ماذا هو؟ اللي عيب استخدام هذه الميول، استخدامه فيما حرم رب العالمين، هذا هو اللي عيب، فضيحة في الدنيا وعذاب في الآخرة، هذا هو اللي عيب. وكذلك في الطرف الثاني لأنه دليل على الأنوثة، وهذه ما قطعت عيب، غير اللي عيب استخدامه فيما حرم رب العالمين. وممكن نعرفه في الأمور كاملة، نعود نفرق بين العيب وبين الذم والمدح في الأشخاص العاديين. هذه أمور مهمة تماما، ومهمة لمن يهتم بالأدب، للأدب فما الفاضل ما سي بعض الناس عنها يستنكف عنها، ولا هي يكحز عنها ويدير في بلدها لفظ ركيك، وهو كان قريب من هذا اللفظ اللي رفيع ويقولوا، ولا فيه رواية كبيرة به اللي ما هو دليل على دوام المعصية، ولا هو دليل على الاهتمام بالمعاصي. قال والي عمر بن الخطاب بل منين قال إله الأتى الحسناء أن حليلها بميسانة يسقى في زجاج محنتمي، إذا قمت غنت ريدها قين قرية ورقاصة غنت ريدها قين قرية ورقاصة تشدو على كل ميسمي. لعل إلين يقول لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادم بالجوسق المتذلم، وعمر يسوءه شرب الخمر قطعا. قال عمر من يسمعها قال والله إني ليسوءني ذلك، ومن لقيه منكم فليخبره أني قد عزلته. والفصل عن الوظيفة تعرف وارك شدادته عند الناس متينة، بل من لقي عمر ولامه قالوا يا أمير المؤمنين والله ما شربتها قط، وأنت تعلم أن رب العالمين قال والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. قال له أما تأويلك للآية فقد درأ عنك الحد، وأما أنا فلا تلي لي عملا أبدا. عمر بن الخطاب غلب عليه الورع، غير بعد ما قالوا له حدك حد شارب الخمر، يلي هذا لا يثبت شرب الخمر، بعيد من ذلك. كذلك هذا الأخر لا يثبت، وإحنا من اللي أصلا الموريتانيين متعلمين بذا. قال محمد سالم والعدود مسألة حق، قال أنا ترى الشيخ الورع الناسك يضع رجله على ركبته في محراب المسجد يقرئ التلاميذ قول امرئ القيس جزعت ولم أجزع من البين مجزعا وعزيت قلبا بالكواعب مولعا إلى آخره. امرؤ القيس معروف أنه امرؤ القيس، لا يلوي للورع شو غير محمد سالم به اللي بيضاني مستفتي يعرف عنه أنه ما هو ضار بشي، والله أنه زين به اللي فيه حفظ اللغة العربية. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له بالفقه في الدين ومعرفة التأويل، فلو كان هذا منافيا للفقه في الدين وقد استجابت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عبد الله بن عباس يحفظ الشعر، وهو من أحفظ الصحابة لأشعار العرب، هذا معروف. وأشعار العرب ما كانت للدعوة، شور المواعظ وذي الأمور اللي ذي هي، ما الله بعيد من ذلك، بعيد من ذلك. نابغة لبيان شعر وينقرأ لمعرفة اللغة العربية، ومن أحسن اللي فيه هو قل ومثل عفاف، وقد أراني ونعم اللاهيين بها والدهر والعيش لم يهمهم بإمراري إلى غير ذلك. هذه أمور معروفة. دائما نعود لا ندير أظهرنا بهذا النوع من الأمور، نطرح الأمور في مواضعها. وأولاد البيضان المطاقين مسال الشباب في مقتبل العمر لا يهتمون بأدب، معناه أنهم لا يهتمون بمعاني القرآن ولا يهتمون بمعاني السنة، هذا ما يتواسب. وعقب ذاك بقول لي هذا فن جميل تدخل به الجموع ويبتاز به وحدين، وهو في الحقيقة ما نصيب عنه، ما نصيب عنه. عبد الله بن عباس يقول التمس غرائب التفسير في شعر العرب، فإن الشعر ديوان العرب والقرآن نزل بلسان عربي مبين. ونافع بن الأزرق الخارجي
الذي عاب على ابن عباس اهتمامه بالشعر، وقال لقائده ردني إلى المتجرئ على كتاب الله الذي يجعل الشعر أصلا للقرآن، وقال له بل ابن الخاضم مع عمر بن أبي ربيعة قالوا لله أنت يا ابن عباس نضرب إليك آباط الإبل فتعرض عنا إلى شاب من بني مخزوم يشدك سفها. قال ما أشدني سفها. بل ابن أراد امتحانه وسأله عن 156 كلمة من كتاب رب العالمين يريد معناها فيجيبه على البديهة، فيقول له هل تعرف العرب ذلك؟ فيقول نعم. أما سمعت قول فلان من اللي يربط الأقوال بقائلها لهذا فمهتم به وأعطاه رب العالمين حفظا وفهما، ما هو معتاد معناها عن الأدب. ما هو الواية البيدة خاصة بالشباب تم يشدوه في بلد ما فيها روايش الكبار ولا فيه كلام به وتشد الناس كامل ويشد في مجالس القوم جميعا ولا فيه رواية كبيرة وحد يشد الشعر ويتحاشى الغزالة ما هم يشد الشعر لما يستحب انه حد من واحد رواية عادية. وإذا قال حد عنه متيش معناها أنواع جميلة يلي الذين عابوه قال عبد الله بن مبارك قال ذلك نسك الأعاجني غلب عينيه يحامل الوراء هو الذي بعدني ما هو وراء قالوا ذلك نسك الأعاجني ما فيه أي فائدة ناقص عدو. بارك الله فيك.